تصريحات جديدة عن التدخل العسكري الروسي في سوريا مدعومة بوثائق وصور عبر الأقمار الاصطناعية تظهر أن روسيا نشرت 28 مقاتلة في سوريا على مدرج للطائرات في محافظة اللاذقية معقل عائلة الأسد، إضافة إلى ذلك 20 مروحية روسية للقتال والنقل موجودة في سوريا، كما أن موسكو عمدت في الفترة الماضية إلى نشر طائرات من دون طيار. هذه المعلومات التي تزيد مخاوف واشنطن عن التدخل العسكري الروسي في سوريا تتزامن مع تنسيق روسي إيراني تمثل بزيارة نائب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى موسكو، حيث أكد الطرفان أنهما سيفعلان كل ما هو ممكن للمساعدة في حل الأزمة، لكنهما اشترطا مرة جديدة أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد جزءا من الحل السياسي. روسيا شكلت أيضا محور الحرب السورية في اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. الطرفان اتفقا على آلية لتنسيق الأعمال العسكرية بين البلدين لتجنب أي احتكاك بين طائرات الجيشين فوق سوريا. وفي الميدان تتواصل المعارك على مختلف الجبهات، في وقت أعلن البنتاغون أن 70 مقاتلا سوريا معارضا ممن تلقوا تدريبا وتسليحا في تركيا بإشراف الولايات المتحدة عادوا إلى سوريا للمشاركة في القتال. إلى ذلك قتل العشرات من عناصر الدولة الإسلامية في غارات شنها الطيران الحربي السوري على مواقع المتطرفين في وسط البلاد، فيما أعدم داعش رميا بالرصاص 9 رجال وفتى بتهمة المثلية الجنسية في فصل جديد من جرائم التنظيم.